إلينا من نيويورك معالي السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة. أهلا بك معالي السفير على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية أبدأ معك، ما طبيعة التحركات العربية المقبلة بشأن الأوضاع في غزة؟ التحركات العربية مستمرة بالنسبة للوضع في غزة. بالأمس عقدت جلستين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جلسة قدمت فيها الولايات المتحدة تبريرها لاستخدام حق النقد ضد مشروع القرار العربي في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وعقدت بعد الظهر جلسة طارئة بناء على طلب من المجموعة العربية علشان مناقشة الوضع المالي للأونروا نتيجة تجميد 18 دولة لسداد مساهماتهم في الميزانية، يترتب عليها عجز حوالي 450 مليون دولار في ميزانية الأونروا، هتحول دون أنها تقدر تقوم بعملها اعتبارا من أول الأسبوع القادم. وفي نفس الوقت بكرة في مجموعة من أسر ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة هتوصل إلى الأمم المتحدة للقيام بزيارة للمنظمة الدولية، هيقابلوا فيها الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، هيقابلوا فيها أعضاء مجلس الأمن على غداء عمل نظامه المندوب الدائم لكزاير بصفة العضو العربي، وهنعملوا فيها اجتماعات مع مجموعة العربية ومجموعة الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز علشان خاطر تزويد الضغط فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب فرصة ممكن. هذه نقطة هامة معالي السفير، ما المتوقع وكيف ستنعكس هذه التحركات العربية فيما يخص التوصل لتسوية سياسية؟ على حسب ما الولايات المتحدة بتروج وحسب ما برر مندوبها بالأمس في مجلس الأمن في الجمعية العامة، فنحن قريبين إلى التوصل إلى اتفاق خارج الإطار في المباحثات اللي بتجري في القاهرة بوساطة من مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك الولايات المتحدة بتقول احنا استخدمنا حق النقد لأنه شايفين أن الأسلوب الأمثل ليس الدخول في التيارات الجيوسياسية الموجودة في الأمم المتحدة، ولكن الانتظار إلى حين التوصل لاتفاق مباشر حوله يتضمن، ودي أكثر نقطة أهمية بالنسبة لهم، الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من ناحية والإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين من ناحية تانية، وبالتزامن مع هدنة إنسانية طويلة الأمد قد تصل إلى 6 أسابيع. وبيقولوا أن قرار مشروع القرار العربي اللي تم طرحه في مجلس الأمن بيهدد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. إحنا يمكن في المجموعة العربية لا نتفق مع هذا التوجه، وشايفين انه طبعا بنقدر الجهود الكبيره اللي بتقوم بها مصر وقطر في هذا الموضوع، ومصر وقطر برضو اعضاء في المجموعه العربيه معانا وبيشاركوا معانا في كل اجتماعاتنا وفي كل توجهاتنا، ولكن بنشوف انه قرار من مجلس الامن كان هيكون له ايضا بعد كبير في اقناع اسرائيل اللي بتتردد في الدخول في هذه الصفقه خارج الامم المتحده، وفي الضغط على اسرائيل انها تقبل هذه الصفقه، لأنه احنا شايفين الصفقة عمالة بتمط من فترة لفترة، كان في اجتماع في باريس وبعدين اجتماع في القاهرة وبعدين اجتماع في باريس واجتماع تاني في القاهرة، واحنا مش عارفين التواصل ولا إطار زمني ولا أي حاجة تانية. بشكرك معالي السفير ماجد عبد الفتاح، كنت معنا من نيويورك رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك.